مجدداً تعود إلى الواجهة قضية إرجاع السوريين المقيمين في دول اللجوء الأوروبي إلى بلادهم بحجة عودة الأمان، والتي تقف خلفها حملات اليمين المتطرف. آخر ما حرر هو ما أقرته دائرة الهجرة السويدية حول إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا واعتبار بعض المناطق آمنة، حيث اعتبر ذلك ذريعة لرفض طلبات العديد من طلبات اللجوء. الجمعية السورية السويدية كانت أولى المنددين بالقرار، قائلة إنه يستند إلى معلومات خاطئة يحاول النظام الأسد تسويقها باعتبار المناطق التي يسيطر عليها قد أصبحت آمنة، في محاولة منه لاستدراج عشرات آلاف الشباب السوريين والزج بهم في حربه ضد الشعب السوري. وفندت الجمعية ذلك بالقول إنه ذلك يتنافى مع حقيقة اختفاء مئات آلاف السوريين في سجون النظام ومقتل عشرات الآلاف تعذيباً فيها، واختفاء العشرات ممن عادوا إلى مناطق سيطرة النظام، والأهم من ذلك ملايين الوثائق المكدسة في المكاتب المختصة التابعة للأمم المتحدة وفي مكاتب منظمات حقوق الإنسان. مع القرار الجديد فإن أكثر من 3000 شخص وصلوا إلى السويد خلال النصف الأول من العام الحالي يواجهون خطر الإرجاع. فهل سنشهد حراكاً من قبل منظمات المجتمع المدني السوري الموجودة في أوروبا وكذلك الأمم المتحدة ضد هذا القرار، والذي سيفتح تطبيقه الباب أمام أغلب الدول الأوروبية لاتخاذ قرارات مماثلة؟